الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع ريبان هذا الكتاب الذي قلنا بأنه من أهم الكتب التي لابد أن يعض عليها بالنواجذ ولا تترك هكذا يعني دون تمحيص ومذاكرة ومراجعة وتمسك. الأمر في هذا استقامة اعتقاد، الأمر في ذلك هو استقامة اعتقاد. نعم، بلغنا إلى يعني حديث، ما أدري إلى أين وقفنا من الأبرار، إلى أين وقفنا. عندنا حديث أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا مؤمل عن محمد بن زيد قال سمعت أيوب لا أعلم أحد من أهل الأهواء، من قال لا أعلم أحد من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. وأيضا عند الآية نبدأ من أول من أولها، حازم رضي الله عنك حبيبي، أكثر من صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب، عساكم جميعا بكل خير. العون بن حوشب عن إبراهيم في قوله فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال في الدين. يعني هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العداوة في الدين، احنا 66 ما أخذناش، طيب العداوة في الدين، الجدال في الخصومات يؤدي إلى العداوة في الدين ويؤدي إلى فالجدال بالباطل، الجدال بالباطل والخصومات عن هوى تؤدي إلى العداوة في الدين، تؤدي إلى العداوة في الدين، وهذه لا يمكن تلافيها الا بالتماس الطريق المستقيم والشرع القويم في هذا الباب. فان القلوب تتنافر والقلوب ايضا تتباعد مع وجود الاهواء ومع وجود الخصومات والجدال بالباطل. لذلك فقال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به. انظر الى اصل هذه الايه تبين لك موطن الائتلاف وموطن الاختلاف. آسيا، هذا التخلف الذي أنت فيه يعني مزعج جدا ومسيء جدا، حبك الله الذي احتنى به، ربي يرضى عنك. إذن هنا شوف قال فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به يعني نسوا حظا من الكتاب والسنة، نسوا حظا من الآثار، نسوا حظا مما جاء عن, 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 عن ربنا وعن النبي المختار. نسوا حظ ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا هم لما نسوا الشرع القويم، لما نسوا الطريق المستقيم، أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء. ولذلك لا تجد مبتدعا قط إلا هو يعادي كل من يخالفه، لا تجد مبتدعا قط إلا هو يعادي كل من يخالفه، سواء كان الحق أو كان على الباطل فهو يعادي. العداوة في قلبه لأن الله كتب عليه كونا بذلك. لما نسوا، فنسوا حظا مما ذكروا به، النسيان يعني السنة تجد العداوة في القلب. فإذا وجدت عداوة لأحد في قلبك فاعلم إما أنك لست على السنة وإما أنه ليس على السنة. إن وجدت عداوة في قلبك لأحد فاعلم أنك لست على السنة أو هو ليس على السنة، يعني ليس على استواء العقيدة الصحيحة في هذا الباب. فنسوا حظا مما ذكروا به، قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وأيضا يعني إذا لابد أن تقول القاعدة الكلية في هذا الباب، كل العداوات تؤدي، كل الجدل والخصومات يؤدي إلى العداوات، كل الجدل والخصومات يؤدي إلى العداوات، إلا الجدال بالحق الذي يراد به وجه الله جل في علاء ودعوة الناس إلى السنة. ومر علينا أن يعني لا أحد يخاصم إلا بالمتشابه. هذا التأسيس الثاني في هذه الخصومات والجدال بالباطل، الخصومات والجدال لا يكون إلا بالمتشابه، والمتشابه ليس له رسوخ. لذلك قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه يعني غرضا للخصومات أكثر التنقل، وفي رواية قال من أكثر الخصومات أكثر التنقل. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على كما قلت بأنه الخصومة بالباطل، وحال أهل الخصومات وحال أهل الأهواء وحال أهل الجدل أنهم يأخذون المتشابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الذي سمى الله فاحذريهم. فهو لا يلبس على الناس ولا على العامة إلا بالمتشابه، كما في الآية وهو الذي في الأرض وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله.
فقالوا إذن هذه فيها دلالة على أنه في كل مكان. أيضا بقول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني سواكم وجواكم يعني، وأشوف قال وهو نعم. انظر كيف يلبسون على العامة بمثل ذلك، انظر كيف رضي الله عنه جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عليكم. كيف يلبسون، أرأيتم؟ أنا قلت أنها حزينة جدا، أنا قلت لكم ذلك. إذن واجب عليكم إرضائها، واجب عليكم الإحسان إليها. هي ترى أين الأخوة في الله، أين الأخوة في الله؟ اتقوا الله بقى وكونوا معها. ما تراه قط إلا أنه يعمي على الناس بالمتشابه. فنقول شوف ما أتمسك بالآية والآية فيها ما فيها. سترون هنا الآن لتعلموا أنكم ولذلك أنا أجيش الجيوش في هذا الباب. شوف كثرة التنقل، كثرة العدوات، كثرة الخصومات بالبعد عن السنة، بعد عن الشرع القويم والطريق المستقيم، فخسروا، فقلب الله قلوبهم وامتلأت عداوة وحقدا. وأيضا يعني أهل الأهواء تراهم إذا ينازعون على المكانات، على الرياسة، على من يتقدم ومن يتأخر، على من تكون له الكلمة ومن لا تكون له الكلمة. كل ذلك الله تعالى لا يريده ولا يرضاه ولا يقبله. المسألة إن لم تكن خالصا لربك جل وعلا، إن كنت في المقدمة فأنت في المقدمة، وإن كنت في الساقة فأنت في الساقة. المهم أنك تقول إني عامل لدين الله جل في علا. وأعظم ما تعمل به أن تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو، هذه قضية العمر الآن، قضية العمر الآن، لأن حسن الاعتقاد في السنة وحسن السير في السنة وأيضا طريقة الانتصار في السنة والرفع عند ربنا الرحمن بالسنة. فإذا المسألة متوقفة على السنة ونشر السنة والعمل السنة. وكما قلت المخلصون في ندرة، المخلصون في ندرة، وهم أيضا على خطر عظيم، قلبهم يتقلب سريعا. وحقيقة الأمر والله أنا الآن فوجئت بفجيعات، مش فجيعة واحدة، لكن الحمد لله أنني يعني لست ممن يميل على شخص فيجعله هو الشخص، أو يميل على طائفة تكون هي الطائفة، أبدا. كل واحد بأرى الله كيف يسيره. وسبحان الله، إذا أعمى الله بصيرة أحد فلن تجد في بصره نفعا، إذا أعمى الله بصيرة أحد فلن تجد في نفعه بصرا بحال أو في بصره نفعا بحال من الأحوال. فأقول لإخوتي الكرام، شوف انظر، يلبسون على الناس بالمتشابه، ولا يكشف ذلك إلا السنة. لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وحاربه الخوارج، بعث عليهم ابن عباس. لكن شوف لما قال ابن عباس ماذا قال، قال إنهم يحتجون عليك بالآيات، تلبيس بالمتشابه. قال فجاهدهم بالسنة، ولأن القرآن حمال، فجاهدهم بالسنة لأن القرآن حمال، لأن القرآن حمال. هذا فهم دقيق. لذلك قلت قضية العمر السنة والتمسك بالسنة وخدمة السنة والسعي سعيا حثيثا على نشر السنة بين الناس، لا علم إلا في ذلك. فهم يلبسون على الناس بالمتشابه، ولذلك يكثرون التنقل. أنت ترى المبتدع تارة يقول بقول، تارة أيضا يرجع بالقول، تارة يعني يأتيك بفعل، تارة يخالف هذا الفعل. هذا أمر عجيب. لذا نقول أنه يكثر التنقل. وقال علماؤنا المبتدع يجلس مع المبتدع عندما يجتمعون على قول، على قول، تراهم في اليوم الثاني يخرجون بتسعة أقوال، تراهم في اليوم الثاني يخرجون بتسعة أقوال، والسنة كاشفة لكل ذلك. إذا قلنا هم يحتجون بالمتشابه، يلبسون على العامة بالمتشابه، فيصل بهم إلى حبوط العمل، لقول النبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب على متعمدا فليتبع مقعده من النار. فهنا بكثرة الجدال والأهواء واتباع الهوى دون الأثار، يعني يجابهون الحق بالباطل. لما حبوط العمل؟ لهذا، لأنهم يجابهون الحق بالباطل. وأيضا عندما تجادلهم بالتي أحسن وتأتي لهم بالأدلة، إنهم يردون الحق بالهوى ويتجرؤون على الله، فيكذبون الكتاب ويكذبون السنة، أو يتعمدون الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا حال أهل الخصومات وأهل الأهواء. ولذلك من أكثر الخصومات كما قال عون بن عزيز، دي الثمرة، أكثر التنقل. فأنت إذا أردت أن ترى رجلا ترقبه، سترى أن من علامات البدع أنه كثير التنقل، لأن الأهواء مختلفة.
وهذه تدلك دلالة واحدة على أنه إن وجدت رجلا هكذا كالسيف يسير سيرا واحدا أرض صلبة التي تأخذ به في هذا الباب، اعلم أنه صاحب سنة، اعلم أنه صاحب سنة. وده اللي قاله الزهري وغيره. فصاحب السنة ثابت رأسك كالجبل الأشم، لا 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 لا, لا تحركه الرياح أبدا. أما أهل الخصومات والجدل والأهواء، هؤلاء قد أتت عليهم الأهواء فشرذمتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لذلك قال: من أكثر التنقل، من أكثر الجدال أكثر التنقل، من أكثر الجدال أكثر التنقل. وهنا لك أخي الكريم أنت أن يعني إذا من أكثر الخصومات بالأهواء ما تراه إلا يكثر التنقل، فأنت ترقب الناس وانظر للثبات وللتلون. ولذلك حذيفة كان يقول: إياكم والتلون، إياكم والتلون. الحمد لله، رضي الله عنك أحمدي أيها النبيل، الحمد لله. فإياكم والتلون، التلون ضاع للدين، التلون ضاع للدين، والأمر ليس فيه في هذا الباب. أريد الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات كلهن وكلهم وكلهن على يد واحدة، على عقيدة راسخة، على أن يتجلى الأمر في صحة الاعتقاد. قلنا بوابة العلم إتقان العقيدة، وهذا يتأتى من تمسك بالسنة. كنت أكلم مع أخي الفاضل صاحب المجهود الكريم أبي عبد الله، كنت أقول له: العلم على ما يرتكز؟ قال: على السنة. قلت: الله أكبر، الله أكبر. توافق الألسنة مع توافق القلوب، هذا أمر جلل، هذا أمر جلل. فحببت ذلك. إذن وجب التمسك بالسنة، لأننا لا نكثر التنقل، ولأننا بفضل ثابتين على طريق واحد، على شرع واحد هو شرع الله القويم، وعلى الطريق المستقيم الذي يتبع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف بسنده: قال حدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أحمد منصور زاج، قال حدثنا أبو وهب محمد مزاحم، قال لي أخي سهل بن مزاحم: مثل الذين الذي يتنازع في الدين مثل الذي يشتد على شرف المدينة، إن سقط هلك وإن نجا لم يحمد، إن سقط هلك وإن نجا لم يحمد. قال: مثل الذي يتنازع في الدين مثل الذي يشتد على شرف المدينة، إن سقط هلك وإن نجا لم يحمد، لأنه كان في أمر سوء، لم يحمد لأنه كان في أمر سوء. والله نعوذ بالله من التميع، ونعوذ بالله من التلون، ونعوذ بالله من الحيدة عن دين الله جل وعلا. أيضا قال المصنف عن سعيد الأنصاري عن عمر العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل. عبير الورود، أنت الآن تشترك مع الأخوات في مسألة تفريغ السنة وتلخيص السنة، وإياك أن تبدي أعذارا، إياك. وأيضا قطر الندى قولا واحدا، لا تقولي لي قطر الندى، أنت أصلا عمدة في هذا الباب، لا تقولي لي ما عندي وقت، أو تقولي لي أنا انشغلت بالملكة، أو أنا أفس. أنت مع الأخوات للتدقيق في مسألة السنة دون كلام. وأنيسة أيضا، أريد أم الأبرار أو أريد المشرفين يرسلون لأنيسة هذا الكلام، هذا التكليف لأنيسة، وأنيسة معكم أيضا في هذا التدقيق. ولو منار السبيل موجودة لقلت لها ذلك، عندما تتواجد أنقل لها رغبتي في هذا الباب. لابد، رضي الله عنك يا عبير، أعرف ذلك، أعرف. أنا ما قلت لك هذا إلا وأعلم أنك يعني من أأدب الناس في هذا، وتسمعين لتنصور السنة، أعلم ذلك. الآن خلاص ظهر جليا كتاب الإبانة يبين لكم هذا الباب، أن كثرة التنقل وأن كثرة التلون للبعد عن السنة. إذا نحن مع السنة، والله قد من علينا بمنة ما من بها على أحد مثلنا في هذا العصر، ونحن الآن نمشي على الكتب الستة قدما، فنريد أن نحفظ هذا التراث وهذا الشرح وهذا التلخيص، بحيث أنه يكون للناس جميعا إماما بإذن الله تعالى. إن شاء الله ستشاركين يا صفية، أنت لا لست جاهلة، بل أنت حريصة، والحريص أرفع الناس. ومصالح أيضا لابد أن تكون معهم، لابد أن تكوني معهم أيضا، ولو لم يكن إلا أن تستلمي ما عندهم للنشر هذا خير، المهم يكون هذا الباب. كما قلت عمر بن عزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وروى مصنف عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر، من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ولم يعد كلامه من عمله كثرت، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن كثر خصوماته لم يزل يتنقل من دين إلى دين. أعطانا أمرا في هذا الباب. وفاء أيضا، الله يرضى عنك، وفاء أيضا، نعم نريد ذلك،
وفاء أيضا. الله أكبر. المهم المساهمة، نعم هذا هو. أنا أهيب بكم، لا حياة إلا بالسنة ولا فضل إلا في السنة، لا فضل إلا في السنة. إذن هذه اسمها قضية العمر الآن، قضية العمر. وأنا أبشركم أن أنا إن شاء الله يعني في ليلة العيد كده سيكون محاضرة بيني وبين إخوتي بطلبة العلم الأفاضل، وسنعلن عنها عن جامعة معينة إن شاء الله يكون لها ضوابط أصيلة. انتهى المسألة، ستكون يعني كما قلت رفقة الصادقين يكون بها التمكين بإذن الله تعالى، فيكون إن شاء الله الإعلان عنها يعني في ليلة العيد بإذن الله، ونحن يكون لنا محاضرة فيها بإذن الله تعالى. الله يحيينا على السنة يا رب، واجعلنا مما يدافع عن السنة، رضي الله عنكم. عامة كما قلت أن هذا أمر جلل. أنتم الآن كأنكم ستنزلون تحت مظلة النبي، ستتمسكون بعمدة الأمر الذي فيه النجاة والنجاح. كل الأعمار تنفق في مثل هذه قضية العمر، كما قلت هذه قضية العمر. أما الرجال سألزمهم بذلك. رضي الله عنك يا أم صح، رضي الله عنكم جميعا. سما ممكن تكون نائمة الآن، العصر إن شاء الله نكلمها. دورهم هم الرجال ده لابد أن يكونوا معهم، يعني لو ترجعوا بعبد الله يضع لكم خطة سير بإذن الله تعالى. إذن هنا عمر بن العزيز قال: من عمل غير علم أفسد، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم، ولذلك قال: من عمل غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ومن لم يعد كلامه من عمله كثرة خطايا. من لم يعد تصحيحها، من لم يعد كلامه كثرت خطايا. دامي دون ديني، أرجع علي سؤالك الآن لأن أنا سأجيب الأسئلة وأنتهي. من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطايا. الكلام عمل، والكلام يحاسب عليه المرء، رب كلمة تنجيه ورب كلمة تهوي به في هوة صحيقة تهلكه. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا تكون من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا، ونرجو أن يتكلم بالكلمة يعني لا يدري لها بالا تكون من رضا الله الذي فعلها فيكون في الجنة. طيب أنا أجيب عن أسئلة الأخت الفاضلة ثم نقول فوائد المستنبطة. هل السلع الغذائية في محل بقال عليها زكاة مفروضة؟ طبعا هي زكاة مفروضة لأنها عروض تجارة، وإن كان صاحب فصاحب المحل لا يستطيع حصر ما عنده فيقدره تقديرا، لا يشوف كل البضاعة اللي عنده ويكتبها بأقل سعر بيع، جمع الفلوس السائلة في الخزنة التي عنده، ثم يطرح الديون التي عليه. ممكن اشترى بعض السلع بالديون، طرح الديون الناتج يضرب في 1/40 تكون الزكاة. وروى المصنف عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال لحذيفة: أوصني. قال: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون. انظر هنا لهذا الكلام الذي لا يمكن أن نحيد عنه في هذا الباب، التلون، إياك والتلون. التلون مضيعة، التلون رأسه وأسه وأساسه التميع، التلون أصله وأسه وأساسه التميع. فالتلون عظيم ليس بالهين. الحمد لله أنا هذا على ما أعلم يقينا وأتوقعه من النبيلات الفضليات، وكما قلتم هذا المجلس يحوي صفوة الناس، صفوة الناس من النبيلات الفضليات ومن الإخوة الأفاضل الأماجد. وتبا وخاب وخسر من نظر إليهم بنظرة دون، لأنه دون خسيس إذا نظر إلى أهل المعالي بخسة فهو خسيس، وإذا نظر إليهم بنظرة المعالي فهو عالي. ومن لم يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، ومن لم يعرف أهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. من ينظر إلينا من البشر. المهم أن الله أكبر، رضي الله عنك يا عبد الحي. ما هذا خط قلب، مش خط قلم، هذا خط قلب. نعم والله نعم. ولذلك قلت إذا 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 كان من نظر بعلو، نظر إلى هذا المجلس بعلو فهو عالي، ومن نظر إليه بدون فهو دون وخسيس، والخسيس لا قيمة له، والخسيس لا قيمة له. إذا نشوف قال الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما تنكر وأن تنكر ما تعرف ما كنت تعرف، إياك والتلون. وهذا يأتي إن شاء الله شرحه وتفصيله في الدرس القادم. قبل فضل المستمر، كنت قد جمعت مال تبرعات لحاجة
الحجر مائل فانقضت تلك الحاجة من أحد الأفاضل لله الحمد، فهل يجوز لي إنفاقها في وجه آخر كسداد دين شخص أو إعطاء الأسرة فقيرة تسد حاجاتها بدون علم من جمعت؟ المسألة هنا إن كان جمع المال على قيد فلا بد أن يصرف المال في القيد، فلا بد إنفاقها من القيد. إذا أعطى المال مطلقا لك حرية التصرف فيه. طيب وأنا شرفت على انتهاء يوسف، أقول من تلون فاعلم أن باطنه سيء، من تلون فاعلم أن باطنه سيء. من أكثر السنة أكثر التنقل، من أكثر البعد عن السنة أكثر التنقل. الفائدة الثالثة، المسألة الثالثة، قضية العمر السنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.